الحمد لله مكور الليل والنهار، أشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار، يخلق من الأزمنة والأمكنة ما يشاء ويختار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، والمتقين والأبرار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا إلى يوم المحشر والقرار. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون، بين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار من الأمكنة والأزمنة والأشخاص وغير ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى، فيخلق الخلق ويفضل ما يشاء سبحانه وتعالى حكمة منه جل في علاه. ومن ذلك يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا الشهر الذي أنتم فيه، وهو شهر شعبان، محلًا للطاعات والقربات التي تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذا الشهر يا عباد الله كان لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم هدي فيه، فمن هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك أنه يكثر الصيام فيه. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، فإنه كان يصومه إلا قليلا وكان يصومه كله. فهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في هذا الشهر المبارك. وقد اختلف أهل العلم هل كان يصومه كاملا أو يصوم أغلبه، على قولين معروفين عند أهل العلم. على الروايات التي وردت عن عائشة رضي الله عنها بالحديث أنه كان يصومه كله وكان يصومه إلا قليلا، والراجح في هذا والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب هذا الشهر، وذلك لأن العرب كانت تغلب العدد فتعبر بالأغلب بالكل، وهذا هو الذي كانت تقوله عائشة كان يصومه كله، وفسرت ذلك بالرواية الأخرى أنه كان يصومه إلا قليلا. ويستفاد من هذا الحديث يا عباد الله فضيلة الصيام في هذا الشهر المبارك، فعلينا أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الصيام في هذا الشهر، ومن استكثر الصيام فقد وافق السنة، فمن صامه كله فلا حرج، ومن صام أكثره فلا حرج، ومن صام بعضه فلا حرج، فالمهم أن المرء يكثر من الصيام في هذا الشهر المبارك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يا عباد الله فضل الله على عباده، أن جعل للفرائض نفلا، وأن جعل للفرائض تطوعا يسد بها الخلل ويرقع بها النقص، وترتفع الحسنات وتزيد الدرجات وتحط الخطيئات. فعلى المسلم أن يستكثر من الخيرات كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. والصيام يا عباد الله عبادة عظيمة وعبادة جليلة يحبها الله سبحانه وتعالى. قال الله في الحديث القدسي:
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فاختص الله عز وجل بأجر الصيام فلم يبين ثوابه ترغيبا في هذا العمل الصالح. وجاء عند النسائي وعند أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، وفي رواية قال له مرني بعمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وهذا يدل على فضيلة هذه العبادة العظيمة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، أي أن هذا الصوم جنة لك يا عبد الله من نار جهنم. فعلينا يا عباد الله إن لم نستطع أن نصوم الشهر كاملا أو أكثره ألا نفرط في أيام الفضائل منه، كصيام يوم الخميس والاثنين، كصيام الأيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر. فهذه يا عباد الله أدنى الكمال في صيام هذا الشهر المبارك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمن هدي السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم بالتعامل مع هذا الشهر المبارك أنهم كانوا يجلون هذا الشهر ويعظمونه ويقدرون له قدره. جاء عن لؤلؤة مولاة عمار رضي الله عنه أنها قالت كان عمار رضي الله عنه وأرضاه يتهيأ لصيام شعبان كما كان يتهيأ لصيام رمضان. وجاء عن سلمة من كهيلم رحمه الله تعالى وهو من التابعين أنه قال شهر شعبان شهر القراء. وكان عمرو بن قيس يغلق حانوته ويتفرق لقراءة القرآن في شهر شعبان. فكان السلف رحمهم الله تعالى يعتنون بشهر شعبان صياماً وقراءةً للقرآن، وذلك تعويداً للنفس على القيام بهذه الأعمال في شهر رمضان المبارك. وكان من هدي السلف رحمهم الله أنهم يصلحون أنفسهم قبل قدوم شهر رمضان. قال عمرو بن قيس طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. والنفس يا عباد الله على ما تعودت عليه، فعلينا أن نعودها على الطاعات قبل حلول هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان، فهو شهر الطاعات والقربات، ومن استعد له وعود نفسه فاز بالخير العظيم. فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله يا عباد الله، وسارعوا بالخيرات لرفع الدرجات وحط الخطيئات، فإن المواسم الفاضلة إذا ذهبت لا تعود. وتفقدوا يا عباد الله إخوانكم المحتاجين، تفقدوهم بالصدقة، تفقدوهم بسد الحاجة قبل حلول شهر رمضان، فإن ذلك من أعظم الأعمال وأزكاها عند ربكم سبحانه وتعالى. فهي صدقات ليست كأي صدقة، هي صدقة تعين على الطاعة، تعين على الصيام والقيام وصالح الأعمال. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم أرزق البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين.
اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.